واحنا هنا بقى كابتن فتحي في المبنى الاجتماعي اللي كل قعدتك دايما فيه هنا في النادي الاهلي، حكايه الكابتن عبد صالح الوحش معاك بقى. الله يرحمه الكابتن عبد صالح الوحش، طبعا استاذ فاضل، مدرب كبير، انسان محترم، وتدرج في النادي الاهلي مناصب كتير قوي، سواء كان مدرب او سواء عضو مجلس اداره او رئيس مجلس اداره. فهو في الفتره دي كان استاذي في كليه التربيه الرياضيه. حصل ان لما حصلت الاصابه دي فقال لي تعالى بقى انا اقول لك انت تخش في التدريب وتروح مع كابتن مصطفى، كابتن مصطفى حسين. قلت له كان بيدربنا؟ قال لي وتساعد معاه وتشتغل في التدريب وهتسبق جيلك في التدريب لو بدات. وده كان الكلام ده وانت عندك 19 سنه، بدري جدا. قلت له يا كابتن عبد معقوله؟ يعني انا هبدا ده لسه انا هبقى ده باكروس التربيه الرياضيه. فهبدا بدري قوي يا كابتن عبد. قال لي ما شايف الدنيا واقفه ازاي وانت مش هتعمل حاجه. كنت بفكر ابقى حكم. وخدت دوره التحكيم على اساس حكم. على اساس ان ايه؟ ان اعمامي الاثنين فتحي نصير وصبحي نصير كانوا حكام، وحكام دوليين وشجعوني. فقال لي لا انت تخش هنا وهتلاقي نفسك تمام، هتلاقي نفسك. وانت عارف انا ليا نظره. قلت له خلاص يا كابتن عبد نتكل على الله. بدات انا كنت معيد في كليه التربيه الرياضيه، وبعدين اتنقلت بقيت رئيس قسم كره القدم في الثانويه الرياضيه. الثانويه الرياضيه دي ليها حكايات حلوه. مين الاول اللي كان معاكم في الثانويه الرياضيه؟ جيل. جيل. جيل طبعا هبدا برئيس النادي كابتن محمود خطيب. وحاول قصته برضه ان هو داخل ازاي الثانويه الرياضيه. وكان بقى في من الاهلي برضه اكرامي. كان في ماهر همام، كان في مصطفى عبده، كان في ما شاء الله نجوم كبار، ومصطفى يونس. كان في بعض اللعيبه بس اللي هم بطلوا، محمود عبد الفتاح والمجموعه دي اللي بطلوا. وبعدين كان في من الزمالك فاروق جعفر، خواجه غانم سلطان. دول برضه من الزمالك. الثانويه الرياضيه دي كان مقرها في استاد القاهره، جوه الاستاد نفسه. جوه الاستاد. يعني احنا دلوقتي هم عاملينها استراحات وبتطلع فوق وفي اي بي. بعد كده بقى اسمها مدرسه الموهوبين. الموهوبين بس. فقدت بريقها وفقدت قيمتها. لان احنا ما كناش بندخل في الثانويه الرياضيه غير ابرز ناس حقيقيين، اللعيبه اللي فعلا لعيبه. بعد كده لان انت بعد ما تخلص اعداديه باي مجموعه هتخش ثانويه رياضيه. حكايه الكابتن خطيب وانت بتقول لي هقول بقى حكايه الكابتن محمود الخطيب علشان يدخل الثانويه الرياضيه. عشان يخش الثانويه طبعا ما كنتش اعرفه. ولا هو يعرفني. فجاي في الاختبارات في الثانويه الرياضيه بنختبر اللعيبه، كل واحد بيجي عاملين دوائر كده، كل واحد بنقول له احتفظ بالكره في الهواء. اختبارات يعني. وكل ما تقع الكره تروح تجيبها ونعد في الدقيقه انت نطقت كم مره. عشان يبقى كل لاعب مقتنع هو اشتغل صح ولا اشتغل غلط بتاعه. فده كان اول اختبار. لقيت عملنا له، هو ما نزلش الكره من فوق دماغه وكتافه. احنا كانت ايه ده؟ قاعد فوق على كتافه دقيقه. وعمل، وكل الباقيين بقى اللي طعم منه مره هنا وطعم مره هنا، مع انه عنده وش رجله وفخده وصدره وكده. هو على دماغه صدره عاليه. قلت له طب تعالى اقعد هنا. هما بيطلعوا اربعه اربعه. وكنت اول مره تقابل الكابتن محمود خطيب؟ اول مره ما اعرفوش. قلت له اقعد هنا. فعشان كده هي الموهبه هي اللي بتقول. حقيقه. فكملت بالثلاثه التانيين. فبعدين بيقول لي يا كابتن عمر. قلت له استنى. فانا يعملوا الاختبار الثالث. خلاص هركز على ثلاثه بقى بدل ما اركز ده. خلاص على عينك الخبيره انت لقطت. خلاص انتهى. انا بقول لك انتهى من اختبار واحد. بعد كده قال لي اقوم يا كابتن. قلت له لا. فالتاني يقول له ايه؟ مش انا قلت لك ده لازم حد يكلمه؟ قال له انا خلاص انا مع ربنا. وانا ايه يعني انا هعمل ايه؟ قال له بس انت كويس. قال له انا عارف صح. بس انت كويس واحنا عارفين انك كويس. ازاي عادك؟ فبقى قاعد يتني كده. هو فاكر ان هو يعني ايه انه ما نجحش يعني. ما فيش فايده منه. في اليوم ده مش اختصر برضو المشوار. بنحط اسماء الناس اللي نجحوا. عشان يروحوا بقى لتكمله اوراقهم والحاجات دي كلها ودخلوا خلاص الثانويه الرياضيه اللي هو نجح رياضيا. فانا قاعد كده فلقيته داخل